حن قلبي لبيت ربي، حن قلبي لبيت ربي، أطوف وأسعى سبعا سبعا، أطوف وأسعى سبعا سبعا. لديار الله أمضي وأطلق الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر الجميع على هذا الاستقبال، بما فيه جمعية سند شباب أورير وقناة الدار على يعني التغطية الدائمة للأنشطة ذات أهداف نبيلة. الحمد لله، بالنسبة لهذه الرحلة هي رحلة الحج، أول رحلة تقام بمنطقة أورير بهذا الشكل. هي مجموعة من الشباب أدوا مناسك الحج الحمد لله في أحسن الظروف، والجميل في الأمر أن المجموعة كلها كانت يعني متضامنة متكافلة، والحمد لله ولم يطرأ أي مشكل طيلة مناسك الحج إلى وصولنا. الحمد لله المجموعة يعني أظهرت يعني أخوة منقطعة النظير، وهذا يعني يثلج الصدر. والحمد لله المناسك دازت في أحسن الظروف، والأمور الإدارية والسلطات المحلية وأيضا الجمارك والشرطة في المطارات قامت بتسهيل الأمور بالنسبة للحجاج وحتى في الاستقبال. ومن هذا المنبر كنشكرهم شكر الجزيل على هذا العمل الجبار، والاستقبال يعني الحافي الذي قاموا به بالنسبة لنا في المطار، من تسهيل الأمور كلها. وكذلك نشكر المملكة العربية السعودية على المجهود الجبار من أجل تنظيم المناسك. والحمد لله حتى البعثات الرسمية اللي شفناها في ديال الدولة المغربية قامت بالواجب في تأطير الحجاج والمناسك. وفي الأخير نوجه رسالة شكر للجميع، ونشكر صاحب الجلالة نصره الله على رعايته السامية للحجاج طيلة السنوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله دوزنا المناسك بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد، في أجواء جيدة جدا الحمد لله، بفضل التأطير ديال الإخوة كمال والأخ يوسف جزاهم الله عنا خيرا. ثم كنشكركم حتى انتم على الاستقبال اللي درتو لينا، وكنشكروا قناة الدار على الاستقبال الحار. الحمد لله هذا الخير كلشي داز بخير وعلى خير في أجواء جيدة جدا الحمد لله. المناسك دوزناها بخير وعلى خير، وكان كلشي على أحسن ما يرام. وكنا الحمد لله واحد العشرة ديال 50 فرد كعائلة واحدة الحمد لله. دوزنا داك الشيء ما يمكنش يتنسى، يعني شي لحظات ما تنساش تنسى في الحياة. ونطلب الله تعالى يتقبل منا المناسك ديالنا ويتقبل منا الحج ديالنا، وييسر لباقي الشباب ان شاء الله. وكنتمنوا هذه البادرة ان شاء الله تتكرر ان شاء الله مرات عديدة ان شاء الله، ونسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.